تعالوا نشوف احدث اصدارات من البي اتش اديشن على السيلفرادو التريل بوس بلون جديد زي ما انتم شايفين. نشوف شويه تفاصيل، يلا بينا. اهم حاجه في السياره دي طبعا هو اللون الجديد، اللون البني، اول مره ينزل عندنا على التريل بوس، نازل على نسخه جديده اسمها بي اتش اديشن خاصه فقط بابن حموده للسيارات. Z71 باكج شورت انتنا، كانجات سوت، طواية صدرية، بريك باد احمر، دواسة متحركة مع فتح الباب وقفله، ونقدر نتحكم فيها نخليها مفتوحة طول الوقت او مقفولة طول الوقت. شعار نسخة البي اتش اديشن المميز، الحوض المرشوش، الباب الخلفي شعار الاسود، دول اكزوست، ماكينة 6.2 10 غيار 420 حصان، خمس كاميرات 3D، كاميرا جانبية على المرايات الجانبية، دوسات من الجلد. نشوف بقى لون الكراسي، رؤية الخمس كاميرات ال 3D، ريفرس شايفين، هكون في رؤية الكاميرات، تشغيل عن بعد، شاحن لسلك التليفون. جلد ما شاء الله فاخر من اللون الزعفراني. قولوا لي رأيكم في اللون، بسرعة